بيسألوني على السوشيال ميديا يا مغازي ايه الفرق بين الطعمية والفلافل؟ الطعمية عارفينها طبعا اللي هي بتتعمل بالفول المدشوش والخضرة، ودي طعمية مصرية في أي مكان ومن الأكلات الموثقة ومدرجة ضمن موسوعة الأغذية الشعبية المصرية. مقاديرها على الشاشة، فول مدشوش معانا، شوفان طبعا الشوفان ده علشان هنعمل برجر، معانا الخضرة بتاعة الطعمية، ومعانا شوية السمسم وزيت للتحمير، البهارات بتاعتنا كزبرة، وزي ما حضراتكم شايفين على الشاشة من الأكلات الجميلة اللي في أي مكان في العالم نقول دي طعمية مصرية بالفول المدشوش من خير أرضنا. ولكن الفلافل إيه يا عم الشيخ؟ هي حمص بيتغسل ويتنعمن بالليل لمدة 12 ساعة، ممنوع سلقه، ويتفرب ويتحط له كزبرة ناشفة وتوم. ده الفرق بين الاتنين. إذا الفرق بين الطعمية والفلافل، الطعمية بتتعمل بالفول المدشوش، أما الفلافل السورية أو الشامية بتتعمل بالحمص الشام. تعالوا نبدأ نشتغل فيها مع بعض لأن دي عايزة شوية شغل، فعشان كده سبتها على الروقان. الفول قبل استخدامه معانا مخرجنا الجميل ده، بتجيبيه طبعا من السوبر ماركت وبتنقيه كويس، وبتضمن ان هو مش تاريخ الصلاحية بتاعته كويسة، وان الحباية او الفول مش متأثر، يعني ما فيهوش اخرام من الاخر او ما فيهوش حشرات. احنا نتكلم عشان الحاجات دي احنا بنشوفها في الاكياس. بص على الكيس قبل ما تخدمنا على الرف. الفول وانت بتشتريه من السوبر ماركت مهم جدا تبصي على حباية الفول تلاقيها سليمة وزي الفول، اللي بتاخديه بتغسليه مرة واتنين وتلاتة، بعد كده بتنقعيه في مية من بالليل. يا أختي مستعجلة خلي المية دافية، هياخد منك 6 ساعات 7 ساعات، أو مش أو إنك أنت تخليه من بالليل لغاية الصبح. بتبدأي تنزليه على المفرمة، بتنزليه على المفرمة مع توم مع كزبرة مع بقدونس مع شوية شبت، ولكن الكرات مهم جدا. احنا معانا المرحلة التانية من الفول اهو بالشكل ده كده، ده الفول اللي هو بعد ما اتغسل واتنعمن بالليل جاهز معانا زي الفل. نبص عليه اهو، ده دي الطريقة. الاول ما بتلاقيه بقى داب كده بيبقى معانا بالشكل ده كده اهو. حلو، نحط عليه الخضرة، وتقدري تنزليه في المفرمة او تعمليه في الكب واحنا شغالين مع بعض. بنجيب كسرولة ازاز كده، بسم الله الرحمن الرحيم، ايه الحلاوة دي؟ انا بعشق الطعمية دي على فكرة، وساعات لما احط لها بصله مقرمشه ومتكرمله بتبقى لطيفه وجميله. شويه الفول دول حلوين، بنخليهم هنا كده، بنحط عليهم الخضره بتاعتنا، تحطي بصلايه ناعمه زي دي كده. طبعا انتوا اشطر مني في عمال الطعميه، كل ست بيت مصريه عندها مهاره في عمال الطعميه بالشكل ده كده. معانا كرات بالشكل ده كده اهو، هناخد الكرات ده نسقطه على الخضره. الطعميه من غير كرات مش طعميه، يتيمه. فول مدشوش معانا الخضره اللي هي الكرات والكزبره والبقدونس والشبت والثوم والبصل والبهارات. تمام. لو انا هعملها برجر بستخدم الخبز البرجر معانا، لو انا هعملها في سندوتشات جايب ده وده عشان حضراتكم برضو ايه حابين تاكلوها كده، انا شخصيا بحبها في العيش الشامي ده كده. ولو صدقتوني بجد انا لما بروح اكلها في اسكندريه باكلها عند واحد مشهور هناك، بحبها اه والله العظيم. بحب الطعميه ساده، واجي فارك الطعميه في قلب اللقمه دي وعليها معلقه طحينه، وقلبك الصغير لا يتحمل. شفت انا باكلها ازاي؟ فلافل تكون سخنه، بفرك الفلافل في قلب الرغيف وبحط عليها معلقه طحينه، ما الطحينه سايله، الطحينه بتاعت الطعميه بتبقى طحينه سايله، وشكرا، من غير خضره ومن غير اي حاجه خالص. فاحنا نزلنا دلوقتي بالكرات ونزلنا بالفول وبالخضره بتاعتنا، بننزل بشويه ثوم. حلو الكلام، هننزل بشويه بهارات عليها، ايه بهارات الطعميه يا عم الشيف؟ كمون وكزبره وفلفل. وانصحك تحط الكمون يكون مطحون طازه، عشان الفول معانا مشاكل معاه مع الايه؟ مع الكولون. ودايما لما نيجي ناكل الطعميه يقول لك والله انا مش عايز اكل، طيب ليه يا عم؟ عندي مشكله مع الكولون. تعمل لي انتفاخ. ربنا سبحانه وتعالى كبير، حط لنا الكمون اهوت، ده بيمنع الانتفاخ والغازات. شويه بابريكا حلوين زي الفول.
دي التوابل بتاعة الطعمية، كل ده مع بعض يا عم الشيف بينزل في المفرمة. ما عندكيش مفرمة في الكبة. ما عندكيش لا مفرمة ولا كبة، تعملي ايه؟ تشتريها عجينة جاهزة. طب هتروحي تقليها في البيت، لو علقتها في النجفة مش هتقليها زي الراجل اللي بيحمر طعمية، لأن أنت ما عندكيش الزيت اللي هو بيحمر فيه. هتقولي له هو بيجيب زيت مختلف؟ لا بالعكس، هو الزيت نفس الزيت اللي بتحمري فيه يا ست الكل، بس الفرق بينك وبين الراجل ده حاجة واحدة. ايه هي؟ ده شغله طبعا ولقمة عيشه، ولكن الراجل الطيب عشان يحمر الطعمية الحلوة اللي في ايدي دي، مخرجنا الجميل ربنا يسعدك، بيجيب بتنجان. الله، قرص الطعمية الحلو بالسمسم ده، بيجيب بتنجان وفلفل حار وبطاطس، يحمرها في قلب الزيت ده قبل ما يحمر الطعمية. بدأ هيحمر طعمية، بيجيب الفلفل الحار ويجيب البتنجان ويجيب كمان البطاطس، يبدأ يحمرها في الزيت. طبعا انت ممكن تعملي زيه، هتجيبي كل ده وتحمريه في الزيت قبل ما تحمري الطعمية، هتبقى الطعمية عندك زي الراجل اللي بيحمرها في الشارع. ده مهم جدا على فكرة. انا باكلها ازاي بقى؟ باخدها كده في الرغيف اهو، جعته، ها حطها كده اهو. اقرب حد ليا يا عم ملاح دلوقتي، حط عليها الطحينه السايله وشويه الطحينه السايلين، وبالف هنا وشفا. ايه رايك في السندوتش ده مخرجنا؟ بس ده لازم معاه طعميه، معاه شويه طحينه سايله. ده بالنسبه للسندوتش الطعميه اللي احنا ممكن نعمله، ولكن انا النهارده مش جاي اعمل العيش طعميه الجاهزه دي وجايبها معايا، لا انا عايز اعمل البرجر طعميه، او الطعميه برجر، او الجرين برجر، بالطريقه اللطيفه الجميله للناس اللي عامله دايت. اعملها ازاي؟ طبعا تفاصيلها هنشوفها دلوقتي بعد ما نطلع الفاصل بتاعنا. بنضيف لها شويه شوفان وتتعمل على شكل قرص كده جميل، وبعدين بنجيب العيش بتاع البرجر ابو سمسم الحلو ده كده، نحط معاه الخس، ونحط معاه الجرجير، ونحط معاه الطماطم، ونحط معاه الخيار المخلل، تحط كاتشب، تحط مستردة، ولكن يفضل انك تحط طحينة مع السندوتش ده، هيبقى لطيف وجميل مع الخس والطماطم. تسمحوا لنا نطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل نشوف الجرين برجر ده، يسموه طبعا الاتيكيت، ولكن هي طعمية البرجر او البرجر طعمية، او هتروحوا بعيد. تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، تعالوا نشوفوا مع بعض ازاي نعمل الجرين برجر او طعميه برجر. دي حاجات يعني بيسموها ايه، فرفشه للطعميه، طعميه مش محدوده. انا شخصيا عملتها في احدى الحلقات، عملتها مافن طعميه، يعني خدت مقادير البيض مع الدقيق اللي هي مكونات البان كيك، وضفت عليها عجينه الطعميه ودخلتها في قوالب الكب كيك، بقت مافن الطعميه، وده حقوق الطبع لدينا وبس. برضه الجرين برجر اتعمل، ولكن تعالوا نشوف الشيف المغازي هيعمله بأني شكل. معانا الطعميه اللي كانت معانا من شويه، فرمناها في الكبه عشان عدم الازعاج للكبه والخلاط. بعد بقى الشكل ده كده نزلنا عليها بشويه شوفان. الله، الشوفان عنده الياف فعاله، تقدر ان هي تضيف للطعميه قيمه غذائيه عاليه جدا. زي الفل، هنقلبهم مع الطعميه. بنحط شوية بيكنج باودر، الشوفان، طب نضيفها، ماشي. طيب هنضيف المقادير، الشوفان شوية في المقادير، هنطلع بقى تاني عشان نشوفها مع بعض ونقلب دول كده. ماشي، توكلنا على الله. هنضيف الشوفان للطعمية كده بالشكل ده كده اهو، شوفان مع بيكنج باودر شوية. بيسألوني ليه حطيت البيكنج باودر، دي مهمة جدا. البيكنج باودر إضافته للشوفان بيخليه هش. شفت أنا أول ما حطيت شوية الشوفان لعجينة الطعمية إدالها سماكة إزاي وإدالها شخصية؟ هي كده كده عندها الشخصية يعني. معانا بالشكل ده كده. الله، إيه الحلاوة دي يا عم الشيف؟ إيه الجمال ده؟ خضرة، الجرين برجر، النباتيين اللي مش بيحبوا الفراخ ولا اللحمه معانا بالشكل ده. اقول لك على فكره حلوه، ممكن تحطي بدل الشوفان شويه عدس. يا سلام، بقوليات في بقوليات، اللي هو الفول مع العدس. وجود البيكنج باودر تاني، او البيكنج باودر بعد
ما بعجن العجينه بيخليها هشه، بقت معايا بالشكل ده كده. بحط ايدي في شويه ميه الطبيعي عشان اعرف اعمل قرص حلو، واخدها كده. الله، ده البرجر القرص الجميل الحلو. نعم يا غالي، ممكن نشويه في الفرن وممكن يتقلي في الزيت، بس ايهما افضل ويبقى لطيف وجميل؟ ان احنا نقليه في الزيت. اهو تاني نعمل شويه كمان مع بعض. اهو نقدر نحط عليها سمسم، نحط عليها دقه اللي هي سمسم بشويه اعشاب وشويه بهارات، او سمسم بتاعنا عادي اللي بنعمله سمسميه، بس ما تجيبش المتحمص. السمسم نوعين عند الراجل بتاع العطاره، سمسم متحمص ده بيستخدم في بعض المشروبات، ولكن السمسم الني تستخدميه في ايه؟ في عمل البرجر ده كده، او في حاجات كتيره يعني. قرص برجر لطيف وحلو، هتدوري على البروتين هتلاقي في الفول بروتين نباتي، هتدوري على القيمه الغذائيه والالياف هتلاقي في الشوفان، هتدوري على خضره مفيده للقولون هتلاقي اهو. وانا شغال كده واحده واحده، ده كده كام؟ اتنين، زي الفل، ربنا ايه مقسمها. شويه ميه، استخدامك دايما للميه بيسلك لك العجينه في ايدك. وفكره حلوه، يا ماما انا مش باكل اللحمه، يا ماميتو انا مش باكل الفراخ، تبقى الطعميه ريحتها حلوه خاصه لما بتتحمر. نعمل قرص خامس كده في النص بالشكل ده كده، زي الفل، ونحطها هنا كده بس خلاص. شوف الصورة الحلوة دي، مخرجنا حبيب هارتي. معانا زيت شديد الحرارة، زيت شديد الحرارة ده لازم ما يكونش زيت نص ونص. ليه يا عم الشيف؟ عشان ما تشربش منك زيت. بناخدها هنا كده، الله، ونبدأ ان احنا نحط شوية توابل. عندنا السمسم، وقت التحمير بقى اهو بالشكل ده كده. شفت الجو ده كده اهو في قلب الزيت، حلو. والله مش عايزه السمسم، عايزه الدقه دي. ماشي، نحط منها زي ما انت عايزه اهو. فكره حلوه، عجبتك انا عارف، الرسالة وصلت. سمسم ممكن تحشيها على فكرة، تحشيها بسطرمة، تحشيها لحمة باردة، تحشيها بصلة متكرملة، زي ما انت عايزة. ننزل في الزيت، يلا بينا، يلا بينا. لا سمسم، انا واحد ده ولا ده؟ ده لا، ده سمسم دقة، وده برضه سمسم، بس سمسم بدون تحمير. ده طعمية، ما هو ده، هو ده، ده هو ده. انت فينك انت؟ حلو. هنحمر في قلب الزيت. انت فاطر طعمية النهارده؟ طب ما تقول لي، طيب ده انا عامل لك طعمية. بص، مخرجنا بيحب الطعمية اللي هي اللي انا بحبها، اللي هي تتقطع كده بشكل صغير زي رواية البلح، وتتحط في قلب الزيت. انا بحبها كده بصراحه، بتبقى مقرمشه كلها من بره ومن جوه، بجد والله. حتى لما بعمل الطعميه في البيت بجيب العجينه واجخيتها بشكل تلقائي كده، بتبقى صغيره كده زي النوايا بتاعت البلح او عند حبيت المشمش الصغيره، بس بيبقى شكلها مكعبل في بعضيها، وانزلها في الزيت اجي اكلها الاقيها من جوه زي بره. انا بحبها كده. ايوه، شفت؟ بص، شفت القرص الطعميه ده كده؟ هو ده اهو. بص اهو، ده البرجر اهو، حمرها في الزيت كده، بدأت تعوم في الزيت. خلي بالك الطعمية، إخواننا الصناعية والمعلمين والشيفية اللي ربنا يديهم الصحة، اللي بيشتغلوا طبعا في موضوع الطعمية، اتعلمت منهم حاجة. مش عيب إن أنا أقول اتعلمت، ما أنا لو هعرف أعمل كل حاجة محدش هيشتغل حاجة. وربنا لما قسم الأرزاق وقسم الفكر والثقافة قسمها على كل البشر بالتساوي. لما بيجي يقلي الطعمية بيقشر سريع جدا، يعمل الطاسة
ويقلبهاش، يسيبها كده ويقف جنبها كده يمخمخ، وفي الاخر تلاقيه ضارب بقى فيها المغرفه مقلبها مره واتنين. ليه تقلبتها كتير؟ لو قلبناها كتير وهي في قلب الزيت تفك منك. شفتوا بقى اتعلمت ايه؟ ليه ما قلبتهاش يا حاج يا سيد الناس يا سيد المعلمين؟ يقول لك تسيبها تاخد البصمه بتاعه الزيت وفي الاخر نقلبها بالشكل الجميل. مش عايز اطول على حضراتكم، طعميه احنا شطار فيها، ومن الاكلات من ضمن الاكلات الموثقه ومن الشعبيه المصريه في اي مكان في العالم. الطعميه يعني مصر. خلينا نطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل نشوف ازاي نعمل البتنجان برضو بطريقه جديده. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، وما زلنا في تحمير الطعمية، وعرفت الفرق بين الطعمية والفلافل عشان اخواننا اللي بيتابعونا على السوشيال ميديا. ايه الفرق بين الاتنين؟ فرق شاسع طبعا. رقم واحد، الاتنين مدرسة البروتين النباتي، الفول بروتين نباتي والحمص بروتين نباتي، ولكن طريقة الإعداد والتنفيذ مختلفة. طعمية يعني مصرية، بتتعمل من الفول المدشوش والخضرة اللي أساسها الكرات والكزبرة والشبت والبقدونس والثوم والبصل، والبهارات بتاعتنا ملح وفلفل وكمون، حلو الكلام، وشوية سمسم حسب الرغبة. ده القرص بتاع الطعمية بتاعنا الجميل بالشكل ده كده زي الفل. بنجهز الزيت عشان عايزين نستخدمه برضو مرة تانية. أما الفلافل كلنا عارفينها، فلافل سورية شامية، تتعمل من الحمص المغسول وتتنقع من بالليل الحمص، وبعد كده بيتفرم على المفرمه وينزل ياخد توم وكزبره ناشفه، ويعني بعد التحمير او قبل التحمير مباشره البعض بيحط دبس الرمان، تبقى لطيفه وجميله. انا شخصيا بحبها بعد ما تتقلي يتحط عليها دبس رمان. ادي الفلافل بتاعتنا.